الله انزل انزل الله نراب عليك الله عليك أوب. الله الله يا ريت يا جماعة لو عجبكم الرحلة بتاعتنا تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا لنا الجرس وتعملوا لنا اللايك وتابعوا معنا الرحلة. خش الله ينور. واخدها في الرقبة. صباح الفل يا جماعة. الغالي تمنه فيه. الغالي تمنه فيه بصراحة. ده اللي اقدر اقوله. وصاحب بقى العقل يفهم يعني. صباح الفل. انزل. يطرفك فوق. اهم حاجه الله يهديك يا رجاله. صباح الفل يا ابو هيك. اسكت بقى. طيب. ايوه يا علم. انسى. بص القطه يعمل معايا ايه. استنى استنى خد نور اديله كمان واحده كده. قال له خلص هو خلص انا القط رايح يجري عليه فكره يا مان. اه خدوا علقوا انا علقوا في الارض بقى. خدوا بقى علقوا عشان خاطر ايه بقى؟ اه عشان ما عشان ما فيش حاجه تيجي ناحيه الغيط. طبعا يا جماعه الفلاح بيفرح اللي يلاقي غراب زي ده يعلقه في الارض هياخده اهو. طبعا معانا الفطار يا جماعه. هنضرب الضربه ديت ونقعد نفطر. ابو هيك للعالم. حط ورايا حط الشنطه ورايا. يلا الله الله عليك ابو هيك. وقعت في البوز. معمر يا جماعة. برافو عليك. الدماغ. اه بالدماغ. داري بقى داري نفسك بقى. اه. الدماغ يا جماعة. هيفضح الدنيا امي. ومن غير منظار واحد عليها اهو في دماغه وده في دماغه. بص واحد نزل عليها اهو. هات يا اللي فوق ده اهو. اه شايفه طه اهو اهو اهو. هات غيره ده روى ناس. اه لا جه جه اهو. واحد هيقف كمان اهو. شوف يا بص اخدت لمه ازاي. هينزلوا بقى. خالد هيفطرنا بدنجان بسلطه طعميه بصله على روعه المصلحه. يا جماعه هو بقى يعملوا سندوتش. طبعا بقى ان شاء الله انا هفطر وخلي خالد يتفرج عليه. طبعا الطعمية دي والله العظيم بص طعمها زي الكفتة يا جماعة. هنحط بقى ايه؟ بنجان اهو سلطة الأكلة بتاعتنا الايه الجميلة. الله ينور. لا استنى انت هتشوف اللي جاي دلوقتي. الأول البصلة بتاعتنا بقى اهي. سلام على البصل دي يا جماعة.
تفضلوا معانا، تحياتي لجميع السادة المتابعين. يا مبروك الخطيب يا ابني حاجة. الله ينور عليك. طبعا يا جماعة احنا هنفطر ونكمل الرحلة ان شاء الله بإذن الله. هنعمل لكم رحلة صيد غربان رهيبة، تابعوا معانا ان شاء الله لنهاية الفيديو. يا ريت تعملنا لايك على البصرة دي. صباح الفل يا علامة. صباح الفل يا علامة. غراب على إمام. تشكيل. غراب عليك. أتمنى الله يكون اشتركوا لنا في القناة. الله عليك بصراحة. ما تروحش في الترعة بقى. هي فوق دماغك، خلي بالك. انت رايح تقفل عليها البندوية يا خالد. ايه الغباء بتاعك دي؟ بصراحة غباء يا جماعة، لان المفروض كان عمر وطلع لها جاهز. على العموم الله ينور برضه. عليكم السلام. صباح الفل يا عم الحاج. ايه رايك؟ كان المفروض قبل اتنين بس هو اتغابى بقى، يعني معلش اتصرح شويه. صباح الفل يا علامة. الله استنى، هتطلع 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 اهي. دخلت تاني خلاص. خلاص مش نصيب. كنت عاوز اشوف ايه اللي في دماغها بقى. الله ينور يا ابو هيك. تحت الحنفية يا جماعة. الله ينور يا علامة. عاش. بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعة كمية اليمام قد ايه؟ واللي على البيت ده ياما. الله عليك الله عليك ابو هيكل. حش القطة. ده النار يا ابو هيكل ما شاء الله. الله الله الله. هو راح في اهو. هيرجع بالزوق. انزل خلصان. كومه 400 بتقتله. ايوه يا علامي. لايك بقى، ما تنسناش في اللايك. احلى لايك للعلامي. استنى بخلص عليه بقى. استنى بس اما استنى ده واحده. بص اعمل زوم على دماغه كده. الجمعة ده تضربه؟ اه على الدماغ. طيب. هي في الدماغ. ضرب الدماغ. اهم حاجه اللايك يا رجاله. مش حاجه عايز توقف. اوبا حتة واحدة يا علمي. جاي مقفول يا رجال، نازل مقفول.
هاتوا خال. تاني واقف خلي بالك. بيقول له انت رحت في ايه؟ طبعا يا جماعه هوايه الصيد دي هوايه جميله، وانا يا جماعه ورثت الهوايه دي من ابويا، وابويا برضه ورثها من جدي، ويعني على كده بقى حاله وراثه الاجيال ان شاء الله. بتصطاد بايه النهارده يا ابو هيك؟ طبعا يا جماعه احنا بنصطاد بالكومه 400 كان مبدعه معانا النهارده، وبصراحه الحاجه بنضيفها بسم الله ما شاء الله تمام، احسن من حاجات تانيه كتير. طب تنصح حبيبنا بايه المتابعين لو حد هيشتري بندقيه يشتري ايه يعني؟ لو يا جماعه عاوز برنش حنين، عاوز يعلي شويه ومش عاوز يعلي قوي تمام، يعني دي حاجه كويسه. طبعا بقى بعد كده نقوله بقى لو انت عاوز تعلي بقى اما الحاجات اللي ماشيه في السوق كتير يا جماعه، احنا ما بنزحش عن حاجه، ولكن احنا بس بنفيد حضراتكم. يا رب يا جماعه يكون عجبكم الفيديو، وانتظرونا ان شاء الله في كل ما هو جديد. يا رب يا جماعه يكون عجبكم الرحله بتاعتنا الجميله اللي كنا فيها احنا وبوكا العالمي، وطبعا جينا النهارده منورنا ابو حمزه من شبين وادب شبين. طبعا تحياتي لكل متابعينا في شبين وابو حمزه اللي منورنا النهارده، وطبعا ابو يوسف محمد اخويا طبعا يعني بيطلع معايا على التحقيق، فكان منورنا النهارده طبعا يا جماعه ابو حمزه نمدله الملكه الاسبانيه طبعا الكوميته 400 زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه اهي، طبعا هي غنيه عن التعريف، وطبعا متركب لها الجلده بتاعتنا الحديثه عشان خاطر طبعا محدش ياخد البندقيه ويشتكي. انا عايزك بقى تمس على حبايبنا. اولا انا بمس على الحبايب، ربنا يعزك على احمد قناص، وانا تشرفت بمعرفتك والله، شرف لنا والله، كفايه والله والله مقابلتك ووشك اللي بعيد عن اي حاجه والله بعيد عن اي حاجه، يعني المعرفه دي بارك الله فيك يا حبيب قلبي. طبعا راجل محترم والله يا جماعه، اقسم بالله ما هوش مجامله، الله يخليك يا عم احمد والله، يعني الصراحه يعني والله العظيم زي ما قلت لك كفايه مرحبتك ووشك اللي بيضحك ده على طول، ربنا يبارك فيك بعيد عن اي حاجه طبعا، بالاضافه طبعا بقى لخبره حضرتك بقى الحمد لله رب العالمين. طبعا نعم ربنا علينا يا ابو حمزه والله ان احنا طبعا ندي الحاجه، يعني انا مظبط الحاجه والله يعني بنود الله، اكن انا اللي هطلع اصطاد بيها عشان خاطر ما حدش ياخد حاجه ويكون داخل في الهوايه وحبيبها في الاول، وبعد كده يحصل طبعا مشاكل في البندقيه، سبب جلده، سبب جلده بترش، سبب طبعا رش ما يكونش مناسب مع الماسوره. هو لو البندقيه ما ظبطتش مع واحد جدا بيكره الهوايه. بيكره الهوايه، وطبعا ده حاجه بالنسبه لنا بتزعل، يعني لما يبقى واحد داخل ورايح دافع مثلا مبلغ ايا كان هو وعشان يجيب حاجه يطلع يتمتع بها، ومع ذلك تلاقي البندقيه بتلوش معاه، فاحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، احنا بنظبط البندقيه كبندقيه صيد. وطبعا الصياد بقى يشطر طبعا في الصيد ويبقى كويس، لان انا معلومه حابب اقولها برضه ابو حمزه مؤاخذه، يعني في ناس كتير يا جماعه بتاخد البندقيه وهي في اعتقادها البندقيه ده هيعمل كده هيصطاد، لا البندقيه لها قواعد، وطبعا قواعد النشان لازم يكون اي صياد عنده فنيات كافيه بحكايه الصيد، مش كل اي واحد هيمسك بندقيه من يوم وليله هيصبح قناص، لا لازم يكون في تدريبات، في مثلا عنده فكره بقواعد النشاط، واهم شيء يا جماعه في الصيد طبعا حاجات كتير، بس احنا بنلخص الموضوع مسكه البندقيه والثبات، يعني ممكن الواحد يمسك البندقيه تمثال اهو تمام، فدي بتعتمد على الثبات اثناء التصويب. انا طولت عليكم يا جماعه، بس احنا لازم نفهم برضه السادة المتابعين، ويكون اساسيات البندقيه جلده بيت الرش، جلده البستم، طبعا النشان ده يا جماعه لو لافف سنه شمال وسنه يمين لا يستحيل هيظبط النشان الخلفي. يا رب يا جماعه يكون عجبكم الفيديو بتاع النهارده، بس قبل ما نختم الفيديو تمس على حبايبنا في شبين واصدقائنا اللي بيتابعونا. نمسي على جميع الناس اللي بتتابع احمد القناص، وهي قناه جميله جدا وهتستفيدوا منها ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني. حبيبي ابو حمزه حضرتك شرفنا النهارده يا جماعه، ويا ريت تعملوا لايك النهارده عشان الراجل المحترم اللي كان منورنا ابو حمزه طبعا وابو يوسف. ربنا يبارك لك. شكرا يا جماعه لحسن المتابعه، وانتظرونا ان شاء الله في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.